السلام عليكم ورحمة الله. قبل البداية، حبا لك ودعما لك لهذا النجم، ضع لايك للفيديو. في المباراة التي جمعت بين السيتي ونوتنغهام فورست ضمن منافسة الدوري الإنجليزي، لم يعتمد المدرب الإسباني بيب غوارديولا على النجم رياض محرز طيلة 90 دقيقة. المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين. الجميع ينتظر دخول الورقة الرابحة رياض محرز مكان في الفوضي، ولكن غوارديولا قام بإدخال لاعب آخر مكانه. وهنا قال حفيظ الدراج مخاطبا غوارديولا: لا تلومن إلا نفسك، فهذا تغيير لا يسمن ولا يغني منجو. وعقب نهاية المباراة، توجه لاعب السيتي إلى الحافلة، وقد ظهر النجم رياض محرز متأثرا كأنه يشعر بالظلم، خصوصا أنه قد ساهم بشكل مباشر في الانتصارات الأخيرة للسيتي. فهل هي العدالة الكروية من جعلت السيتي يعجز عن تحقيق الانتصار في غياب محرز؟ آراءكم تهمنا في التعليقات.